خلال حفل أقامته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بديوان عام محافظة بورسعيد، تسلم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي، التي تمنحها دولة الإمارات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والجامعية والشبابية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة. الجائزة ديت يعني لمصر كلها، عشان احنا كنا محافظة بورسعيد كانت بتمثل محافظات مصر ومع الدول العربية، والحمد لله ربنا وفقنا وخدنا أفضل محافظة عربية لسنة 2020. بورسعيد موجود فيها قاعدة أساسية ومعلوماتية موجودة، وبنية أساسية معلوماتية موجودة، بالإضافة للبنية الأساسية اللي تم تطويرها من شوارع لمرافق لجناين للإسكان لكل هذه المجالات، دي اللي خلت بورسعيد تاخد أفضل محافظة، ودي مجهودات دولة. لازم تستغل كل إمكانياتك المتاحة إنك أنت تقدر تشغل في سيمفونية كاملة عشان تحقق الهدف. لازم يبقى عندك هدف تحققه، بناء على الهدف دوت بتشوف انت وسائلك وامكانياتك ايه، تقدر انت تسخرها ازاي. النتيجه جاءت بناء على تقييم اللجنه المعنيه وفقا للمعايير المعتمده، بما في ذلك اهم معيار وهو الاثر الذي تركه او النتائج التي تحققت خلال اداء عمله كمحافظ. وبالتالي نحن نعتقد بانه هذا انجاز كبير للمحافظه ولسيادة المحافظ ولأبناء محافظة بورسعيد، أن تكون هي المحافظة رقم واحد في الوطن العربي، وأن يكون سيادة المحافظ هو أفضل محافظ عربي. اهتمام وجهود كبيرة للعمل على تنفيذ تطوير والمشروعات الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لكن التجربة على أرض بورسعيد جاءت ملفتة وملهمة لحسن الإدارة والتنظيم داخل جمهورية مصر العربية وفي مختلف دول الوطن العربي.